أعزائي متابعي صدى البلد، نحن الآن من داخل الوحدة الصحية بقرية السيف في مركز سوق محافظة الأليوبية، نتابع أعمال القوافل العلاجية الطبية التي تنظمها وزارة الصحة بالتنسيق مع مديرية الصحة وسكان محافظة الأليوبية ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية حياة كريمة لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي وقرى محافظة الأليوبية. نلتقي الآن مع الأستاذة الدكتورة العلاجية بمحافظة القلبية. دكتورة مفيدة، عايزين حضرتك تكلمينا عن القافلة الطبية العلاجية النهاردة بقرية السيفة، التخصصات اللي بتتضمنها القافلة، عدد الحالات التي من المقرر أن تستهدفها القافلة. قرية السيفة محافظة القلبية مركز صوف بتخدم 5 قرى حواليها، بتخدم تقريبا 30,000 مواطن. بنقول ان احنا بننقل خدمة الاخصائي والاستشاري من المستشفيات الى الوحدة الصحية، بحيث ان احنا معانا دكتور استشاري بطنة واستشاري جراحة واستشاري عظام واطفال ونساء واسنان، كمان معانا صيدلية فيها جميع الادوية، معانا معمل متخصص للدم، ومعانا معمل طفيليات، معانا اشعة، معانا تقارير طبية للناس اللي ما لهمش اي تغطية تأمينية، بحيث ان احنا بنعملهم تقارير طبية وصرف الادوية بتاعتهم بالمجان كل شهر. الناس اللي هم عندهم ضغط وسكر وقلب وكلى، اي مرض من الامراض المزمنة وملوش تغطية تأمينية، بياخد عندنا الادوية شهريا بصفه شهرية من اقرب وحدة صحية دي. دكتورة مفيدة، في رسالة معينة تحب توجهها للاهالينا في القرى ومحافظة الأليوبية، خاصة ونحن مقبلين على فصل الشتاء؟ و بقول لكل المواطنين ان احنا لازم ناخد الاجراءات الاحترازية، بحيث ان احنا نبعد، يبقى في مسافة بيننا وبين غيرنا، نلتزم بالماسك اللي هي الوقايات الشخصية بتاعتنا، من ماسك جراحي او ماسك عادي او حتى قماش، بحيث ان احنا نبعد، ما نطوحش ونحدث وش غيرنا، نحاول نكون في اماكن جيدة التهوية مش مطلقة، ناكل الحاجات اللي ممكن ترفع المناعة بتاعتنا زي البلح، زي الحاجات اللي هي السلطه بانواعها المختلفه، الفاكهه والخضار، كل الحاجات، ونبعد عن الحاجات اللي فيها الوان صناعيه، الحاجات اللي فيها الحاجات المصنعه، نرجع تاني للحاجات بتاعتنا العاديه. وبعدين بنقول لاخواننا ومواطنينا ان احنا لما يسمعوا ان في قافله في مكان معين يجوا احنا تحت امر، واحنا عاملين القوافل دي لخدمه المواطنين، عايزين نكشف عليهم، نقدم لهم خدمه طبيه متميزه، ونصرف لهم الدواء بتاعهم المجاني. القوافل الطبيه هي لخدمه المواطنين، احنا جايين نخدمكم لغايه عندكم في بيوتكم، وشكرا.